واحد الاخ اللي هو محمد الادريسي كيتدخل معانا وكيتفاعل معانا بالنسبه لما هو اللي دوينا على الدور ديال تتبع اللاعبين وليجيان دو في ديالهم وداكشي. قال لك اودي هذا الدور ديال المعد الذهني، يعني داك الكوتش مونطال بحال داك اللي عند الراجا دابا عنده المعد الذهني هو اللي خدمته هذه. انا نقول لك واحد القضيه، انا بالنسبه لي حسب ما كنفهم نقدر نكون غلط، انا كيبان لي هذه المهمه هذه بعيده عن المعد الذهني. علاش؟ حيت المعد الذهني شنو المهنه ديالته؟ المهنه ديالته هو يوجد اللاعب للمقابله، كيوجد اللاعب للمقابله. ف يعني الفرق المحترفه تنظن بانها كتلعب على الصرامه، والصرامه ما كتكون الا عند واحد الشخص اللي جامع جوج المهام في مهمه واحده، مهمه فيها واحد شويه ديال الجانب التقني، ومهمه فيها شويه ديال الجانب الاداري. فملي كتقول معد، ملي كتقول مثلا مدير الكره، مدير الكره هو كيسهر على سميتو على 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 التزام اللاعبين بليجيان دو في، التزام ديالهم ببنود العقد، التزام ديالهم بالقانون الداخلي، و او ميم طون راه كيراقب اللاعبين واش كيجيو لونطيما فوقتهم، واش كذا، واش كيتريني مزيان، واش كيلاحظها من بعيد، واش كيتريني مزيان، واش كيغش، واش هذا مدير الكره كيدير هذه المسائل وكيراقب هذه المسائل. اذا الخدمه ديالته فيها ما هو تقني فيها ما هو، ولكن كيغلب على الاداري، يعني الصرامه والانضباط. المعد الذهني عمره ما يقدر يوصل للصرامه، داكشي اش كنقول كتبقى المهمه ديالته بعيده. المعد الذهني يعني بحال عند كان بسيكولوج في التيران، ان بسيكولوج المهمه ديالته هو خصو يخرج منك الطاقه الايجابيه، يبعد عليك الافكار السوداويه، يبعد عليك الحوايج اللي كيبرسطوك، بحال مثلا تيجيك مثلا في ان ديربي وانت فايت لك خديتي حمراء في الديربي، كيحاول يحيد لك هذه الفكره من راسك، كيحاول ينسيك فيها، تيحاول مثلا انك ما درتيش ماتش مزيان في الديربي الاخر، تيحاول يفهمك بانك انت مستواك اليوم احسن من مستواك قبل من الماتش تاع الديربي اللي فات، لهذا منتظر انك هذا العام في هذا الماتش تيفا اكسبلوزي كذا. كيحاول انه يخرج منك كل ما هو ايجابي، وكيحاول يوضعك في واحد ليطا دام اللي هو يعني تيخليك ان اللاعب كتكون قوي في الملعب، كتقوي مونطالمون، قوي مونطالمون. حيت ملي كنقول قوي مونطالمون هي ملي كيكون لاعب في واحد لا سيتوياسيون تيقول انا هو الواعر، انا هو احسن لاعب كاع في هاد 22 اللي كاينه في التيران. راه هاد ليطا مونطال باش يكون لاعب بينه وبين نفسه هكا، راه هي ان بريباراتور مونطال اللي هادي خدمته هاد المعيد الذهني. اذا باش يخرج منك هاد الايجابيات ما يقدرش يفرض عليك شي حوايج، لان بدا كيفرض عليك وكيدوي معك بطريقه سلطويه ويقول لك علاش مشيتي لهنا وعلاش تسهرتي هنا وكذا. فهنا خرج من الجلباب ديال داك المعيد الذهني، ولا في المحل ديال باك، او في المحل ديال الاستاذ ديالك، او في المحل ديال المدير ديالك، فهمتي؟ كيولي دخل واحد الجلباب ديال واحد الانسان اللي عنده سلطه عليك، وسو كي في ما يقدرش يدوز لك داك الشيء اللي خصو يدوز لك المعيد الذهني. المعيد الذهني كيخصو يكون قريب منك، يكون بحال امك في داك الموضوع ديال امك، او الموضوع ديال شي استاذه ظريفه عزيزه عليك، ديما كتعرف دوز. اذا يا باشا انا بالنسبه لي المعيد الذهني شيء اخر، بالنسبه لمدير الكره احنا محتاجين لمدير الكره انسان اللي عنده معرفه اداريه وعنده معرفه بالقانون الداخلي، وكيفرض احترام القانون الداخلي قبل ما نوصلوا لي سانكسيون، كيفرض وكيساعد اللاعبين باش كيوصلوا لذاك المستوى ديال لا ديسيبلين، والمستوى ديال احترام قوانين النادي. تنظن ان نمشيو عند الاخ سميتو، شفنا السي سميتو، نشوفو السي كريم اذا ممكن. السي مهدي غادي نعيط لك اخويا، غادي نقيدك ونعيط لك المهدي، ولكن غير ندوز هاد الاخوه اللي عندي في اللائحه، اسمح لي. الو، عندنا السي كريم، هذاك الدور ديال ميسي راه كانت عزالي عليه الشوكولا، وكان كيعطيوه صليه، ولا كي شداتو اداره البلاصه ردوه للطريق. وي وي، خص اللاعب كيف ما بغى يكون ما يكونش كبر من النادي،
السي كريم يمكن مشغول، نشوفوا السي مهدي.